تتصاعد حدة التوتر في بيرو مع تواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو في ديسمبر الماضي. الاحتجاجات الدامية أسفرت عن مقتل 46 شخصا وإصابة العشرات بعد اشتباك الشرطة مع محتجين واستخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين الذين ألقوا الزجاجات والحجارة فيما اشتعلت النيران في الشوارع. ودفعت الاحتجاجات والمواجهات المستمرة بين المتظاهرين والشرطة إلى اعتقال أكثر من 200 شخص بعد اتهامهم باقتحام حرم إحدى جامعات العاصمة ليما الكبرى. ومع ارتفاع حدة التوتر أغلقت السلطات في بيرو المنطقة السياحية الشهيرة ماتشو بيتشو بالإضافة إلى المسار المؤدي للمنطقة لحماية وسلامة السياح والسكان بشكل عام، إلى جانب المسارات الأرضية المغلقة والتي تسببت في تقطع السبل بما لا يقل عن 400 سائح، كما حاول المتظاهرون السيطرة على مطار المدينة. وأمام هذه الأحداث المتسارعة في العاصمة ليما، أعربت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات الجماعية في بيرو، وحثت السلطات على ضمان النزاهة والإجراءات القانونية الواجبة لحماية الشعب، في حين أدان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف واستخدام القوة ضد المتظاهرين داعيا السلطات إلى الإسراع في إيجاد حل سلمي للأزمة.